أساليب مختلفة وتكتيكات متنوعة تتبعها إيران لفرض مزيد من الهيمنة والنفوذ على العراق والسيطرة على ثرواته، وفي مقدمتها الحقول النفطية التي استولت عليها إيران بحجة أنها مشتركة، وهي فرية طرحتها وفرضتها كأمر واقع. القصة تعود إلى عقود مضت بدأت آخر فصولها عام 2009، عندما قامت قوة إيرانية بتجاوز الحدود العراقية والسيطرة على البئر رقم 4 في حقل الفكة النفطي ورفع العلم الإيراني هناك. كما قامت إيران لاحقا بحفر 20 بئرا نفطية في حقول العراق ورفضت تقسيما دوليا لعائداتها. وتشير بيانات وزارة النفط الإيرانية إلى أن الإنتاج من الحقول التي تدعي أنها مشتركة مع العراق يصل إلى نحو 300 ألف برميل يومياً، قدرت عوائدها السنوية بنحو 5 مليارات دولار. ويؤكد خبراء من بينهم وزير النفط الأسبق عصام الشلبي أن هذه الحقول العراقية استولت إيران عليها بعد عام 2003 تحت ذريعة أنها متنازع عليها، وتحوي تلك الحقول مخزوناً كبيراً من النفط الخام الخفيف القريب من سطح الأرض. حجم خسائر العراق من تجاوزات إيران على الحقول النفطية العراقية بلغت 17 مليار دولار، أي نحو 14% من إيرادات الدولة السنوية، وفق ما أعلنه المركز العالمي للدراسات التنموية في تقرير سابق، مبيناً أن حجم التجاوزات الإيرانية على حقول الطيب والفكة وأجزاء من حقل مجنون بلغ قرابة 250,000 برميل يومياً، مشيرا إلى أن هذه الحقول تحتوي على احتياطي يقدر بأكثر من 100 مليار برميل. كل ذلك يجري وسط شلل حكومي يبدو عاجزا عن إيقاف الاحتلال وعمليات السرقة الممنهجة، ناهيك عن العجز عن إيقاف شبكات تهريب النفط المتخصصة والمنتشرة في مختلف مناطق العراق الحدودية، والتي تقوم بتهريب قرابة 35,000 برميل يوميا إلى إيران، التي ما زالت تستغل حالة الفوضى في العراق ووجود طبقة سياسية موالية لها لنهب ثروات البلد والسيطرة على مقدراته.